ጠቢ በወርቅ ይታጣ አልጋብን የደግ ጠቢ ነፈረን የድን ያቀነደ ይገዶ ይገዲ ነፈረ አቡ ቆዳኒ ዲላኛ ባላይ ይአነ ባላ أهلا في درت الخيب اليوم البارح بس اليوم اليوم وفقت تعند الناس هذا وصلت بالليل وجيت ناس تانايا هذه الدار ديالهم طاحت الشتا بالليل الليل كامل الصراحة ولكن دابا ماشي فصل الشتاء غير كتنقط يعني ماشي شي شتاء اللي ثقيلة هاي البيكالا ديالي طلعت لداخل على الشتاء شوف الدري الصغيرة و تخلع شو هذا كتخاف مني سلام نو سلام نو 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 أوبلا سلام نو كيرا 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 هذا اللي دي راهي تلاق في انطلاق الكار في النازل من البلاصة اللي في الناس الطريق من تما كاملة طالعة دابا ضرب شي 7 كيلومتر يعني الطريق كاملة طالعة البارح راه جيت من ورا دوك الجبال اللي كيبانو ليها راهم طبعا زوينة هنايا ومازال تقريبا دابا الكونسو كونسو ولا كونزو مازال لها شي 5 كيلومتر هكاك 5 كيلومتر ونوصل ليها ونفطر تما نيت مازال ما فطرت الصراحة كان عندي شي امباشا شي لعيبات عطيتهم لهذوك الناس اللي ناس تاعو طلع مع دقة دقة Yes. Okay. 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 لا غادي نفطر دابا غادي ناكل هاد امباشا كيما كيما القاعدة ولا في جمعة الصباح بحال ديال المغرب هادو هادو عندهم الانجيرة هادو هاداك الخبز الخبز الاخر اللي خليت مع سباكيتي هذاك هنا خليت هنايا هذا البيض مخلط مع اللحم البيض واللحم المهم ندوقو هادشي هدا ونشوفو كي داير وهادي لاصوص وقيلا ديال الحارة ندوقو هدا
بسم الله. كوكا كوكا بإثيوبية كزوينة كوكا من الجهة الأخرى هذه كسبة ديال إثيوبيا الحروف ديالها هاشي طلعش 14 كيلومتر كاملة طلعة والله العالم وما فاطر موش هاشي صدق لأنه مثل هذيك وانا في كونزو خلاص دابا من مدينة كونزو لكونزو ما عارفش اش كونزو ولا كونزو كونزو وقالة من الصبح وانا طالع ما نزلتش والو تقريبا دابا 20 كيلومتر كاملة طلعة راه هي الطريق دابا فين غتنزل من هنا راه هي فين غادية هنا غتنزل أول نزلة هاد النهار هذا هو أنا غادي لواحد البلاصة سميتها غادي مازال مكمل الأومو فالي دابا خليت الطريق من كونزو كاين واحد الطريق كطلع هاكا كتطلع لأديس أبابا نيت كتدوز واحد المدينة واقيلا عربة ميس ولا شي حاجة بحال هكا ومن تما كتطلع أنا كملت من هنا أنا درت على هاد الجهة هادي باش ندخل لأومو فالي طريق جينكا هادي نشوفو كي دايرة تما الدنيا صراحة هاد الجهة هاد كونزو أنا كاينة قبيلة كونزو دابا هنايا خرجت من عند الأورومو حتى بنادم تبدل سبحان الله العظيم هنا الدراري الصغار وحتى بنادم بعقلو عاشي كيديرو لك الطيارة اللي ما كنتيش ما كنتيش داير خاصك تكون مبرد فريكو هنايا والله العظيم عاشي قباح ماشي قباح ولكن داصرين عاشي ما كيهنيوكش ما كيخلوك زعما تريح مرتاح فين ما توقف يتجمعو عليك تجمع عليك تبي تشري شي حاجة ولا شي حاجة كتحل مثلا تبي تجبد فلوس كيجيوك كاملين كيبغاو يشوفوا لك شنو غتجبد من جيبك ولا تحل شي صاك كاملين نسي يعني كبرزطوك فهمتي ماشي زعما كيجي السلام تقول لي السلام راك بخير لاباس راه بداك كيمشي وزعما تيكون بنادم 20 عام بعقلو دراري صغار لا كيبقى واقف يتفرج فيك كتبي تحط بيكالا تدخل تجيب شي حاجة ما تقدرش انه تقدر تحطها يهزولك شي حاجة ولا وداسرين ماشي داسرين ولا كتكون انت طالع مع الطلعة وهما كيجيو يبقاو تابعينك لاصقينك كيبقاو لواحد اللي ديهم اللور فهمتي كل كيلوح اللي ديه الرويضة كتولي خايفة انا شي واحد يخشي لي ديه تولي مقتو عليه ولا مقتو عليه شي راه يخشي لي ديه تما في الجانطة راه تبقى الدور راه حتى راه كيغيولي لي دوغ كاملة غتمشي لي هما ما فاهمينش ما وقنا ما كيقروهمش هنا ولا ما ولا ما عندهمش المدارس ولا ما وقنا دابا عندهم العطله ولكن ما كاينينش مدارس كاع قال لك بلي عندهم التعليم هنا زير والو محال واش كاع بزاف ما كيمشيوش للمدرسه او وين عاوتاني واحد وقف انا باغي نشري بنان فواحد السوق ودارو بيا 30 واحد ولا ما عرفت شحال دار والله العظيم انا واقف بغيت السوق ما يمكنش دابا بحال السيده انا نحط بيكالا انا السيده كاينه ليه يعني هما داروا بي يعني ما يمكنش تحط بيكالا وتمشي وهما دايرين بيك كنقول لهم صافي وليت كنهضر بالعربيه الدارجه ما عرفتش نهضر نقول نشرح لهم قول لي سير سير اصاحبي سيرو عرفتي هما والو تصدقت معايا تاع السيده جايبه لي هذيك البنان خلصتها فاش بغيت نتحرك فاش بغيت نتحرك واحد هو كانت معلق واحد الجاكيطه اللور
دابا دابا ما كيخلوكش مرتاح، دابا انت كتكون غادي وهما كيبقاو يزيو لك اللور، وكتعرف واش باغي يدير، واش باغي يجر لك شي حاجه ولا باغي يزف عليك ولا شي حاجه، ما تفهمش. ماشي لان هنا فيهم الثقه الصراحه، هذو الدراري الصغار هادي الريفين هما كتبقى حاضر معاهم، لان ما يمكنش حتى بنادم لاصق لك على الرويضه واللور كيدير لك كيدير لي دي كيدير لي دي بحال هكا في جهتك، فهمتي انت غتخليه. ولكن هو يهضر بالدارجه هذيك الساعه ما كنبقى ما كاينش لونجلي لا صافي، هذوك بقى جاي عطاتني البنه بالتحرك ويلو حليدي بيهز الجاكيطه، انا ما هضرت وانا نضرب عليه بيهزها الله بيت نزل من بيك على الله العظيم، تبعت واحد البوليسيه وهي تشوفو كانت جايه لجهتنا، كان جاي لحق الشاف الديكور دايرين بيا وقال كان جاي باغي تجري عليهم. فهذه اللقطه فهاد عاشي معاه ما جر جاك ما بغى ما وصلش ليها، مع انا تلفت ليه هو جر لي دي عرفتو مع الله جر لي دي ويتنزل عليه بواحد التبربيق، هذيك البوليسيه كتسمع ماق عاش انا عاود تشوف واحد اخر ماق الله العظيم خليته منزل عاد بقات كتعطيه في العصا سرو والله وكل تكون داجه اش دي هاد ما تيتسوقو هنا وانا نمشي في حالات وترى مزنزنين الصراحة الأورومبو كنتش لاقي معاهم مشكل، ما فيهمش هاد البسالة هادي فهمتي، يعني حتى لو تم غادي كيبقى غادي لك جنبك، ما يبقاش مثلا ما يبقاش جاي لك وراك هنا وبقى يدير لك بحال هكا فهمتي، كيجي وكنخاف وانا يخشي لي يديه هنا الا خشى لي يديه وانا غادي غيولي غادي معايا حتى هو يدي غتخشى لي الداخل وغادي غنولي انا اللي السبب، ولا كيجي يبقى يدير لك ها شو تعرف واش باغي يدير فهمتي، يعني كتبقى رد مع البال كتبقى انت طالع مع طلع مع الطريق كامله طالع طالع وكتبقى تلفت بحال هكا حدا معاهم وما كيحشموش كتقول لي سير هو هالو والله تيبقى تابعك 3 كيلومتر كيتجمعو كيبقى واحد جوج ثلاثة أربعة في مين تجي يبقى شكي ولا شي 20 واحد تابعين أفشكال هما بحال هكا هما دايرين بحال هكا هما التركيبة ديالهم دايرة بحال هكا خاصك مكونش تتعصب صراحة واخا متكونش غيعصبو حين ناست مع راسه كرسي كرسي ناست في البلاد كونسو ها مدريا مدريا البلاد سميتو مدريا 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 Chinese, not Chinese. نهار كامل بحال هكا كيما كتوقع في كيتجمعوا عليك الناس مازال هنا ضريفين كونسو الدراري قباح تما كتحط بيك على كيبقاو يجيو يعني تعرفهم واش بغيو يسرقوا ولا شنو ها؟ تحرك دابا الساعة قربت تحت الشمس شوف شو بلاصة في الناس ها؟ امسك علق خافوا من فرنجي شاد ضريفين والله واحد البراعي سكينين في هذيك كونسو في هذيك المدينة وقباح داسرين
دابا الناس هنا اختلفوا على اورومو على الاخرين حسب الشكل ديالهم الوجه ديالهم هادوك الاخرين كاوتشيك كوشيين هادو ما عرفتش هاد الكونسو وقيلا نينوتيك يكونوا سمرين بزاف وخينا مازال تابعني وخينا سكران صباح الخير اثيوبيا كتبان لي بلد الجبال كاملة جبال الصراحة الا واحد شوية من يلاه دخلت من كينيا ما كانوش الجبال بزاف ولكن كانوا شوية ماشي ولكن ماشي بحال هنايا الطبيعة جميلة هنايا عشت واحد القهوة البارح وصلت بالليل واحد فيلاج كبير شوية فلقيت واحد القهوة قال لي مولاها ماشي مشكل ناس تما ولكن اثيوبيا واحد القضية من التقاليد العريقة ديالهم انهم براني غادي يضربوا الثمن في تشري شي حاجة يضربوا الثمن في 3 4 2 على حساب والضمير ديال يقدر 2 يقدر يضربها في 3 مثلا الحاجة دايره 5 دراهم يقدر يحسبها لك 15 درهم دايره 2 دراهم يقدر يحسبها لك 8 درهم قول لهم شنو شريت شي حاجة ب 10 دراهم 9 دراهم 8 دراهم هكاك المهم تقريبا 10 دراهم وفاش كان الدري صغير في الحانوت سولته مع هذيك لها ماريا شوية كان عارف سول الثمن والأرقام شوية قال لي خمسة هي 50 ويجي واحد خاين كبير شوية تكون عنده شي 26 عام ويوقف ويسول الدري وما كيعرفني ما عرفنيش أنا عارف شوية أماري هو يقول لي هو قال لي بشحال ويقول لي بشحال هذا الشيء اللي خدا قال لي ب50 قال لي ب5 يعني 50 ويشوف فيا خينا ويقول لي 100 خينا مالي والو جاي يسول باي يزيد عليا يعني انا قلت له صاحبي قلت له مالك يا صاحبي قلت له نجبود قلت له ماشي مزيان قلت له راني سولته قلت له راني كنعرف الامهاريه شويه قلت له قال لي 50 وقول لي جود عادي فهمتي ما حشم ما والو يعني هذاك الشيء عادي عندهم وعاوتاني فاش مشيت نفس البلاصه فاش مشيت فطرت خديت هذاك الامباشا وهذاك حتى هي السيده زادت عليا ما وليت عارف اثمينا صافي كنزيرهم فهمتي واخا ما يكونش شي هضره بالانكلي كون هذيك الاماريه كنبدا نقول لي انا بشحال بالاماريه فهمتي نقول لي لا راه الثمن ماشي فهمتي كي وكعب واخا هو ما كيبيش في الاول كيبي يبدا يدوخ عليك زعما يقول لك لا راه هادي مع ما كيهضرش بالانكلي كيبي يغفل عليك بهذيك القضيه ديال انه ما كيعرفش يهضر بالانكلي ماشي غير اليوم جات سبحان الله ديما مني دخلت الصراحه اللي دخل الصراحه البارح والبارح كل نهار هذا المشكل هذا يعني لك يعني واحد 80% ديال الناس محلات القهوه داكشي كيزيدوا في الثمن يعني الا جيتيك تجيتي لاثيوبيا وما عقدتيش بهم كيزيدوا عليك عارف داكشي كامل اللي شريتي 75% ولا 80% داكشي اللي شريتي من هنا وداكشي عارف راه زادوا عليك في الثمن عارف راه زاد ضرب لك الثمن في جوج يعني حسب داكشي اللي خسرتي في جوج ولا لانهم هنا فيهم عندهم التقاليد ديالهم هادي بانت ليا وعادي بوجه احمر زعما حتى ملي كتحصلو ماشي كيحشم احمر لا عادي كيبقى عادي كيهضر معاك عادي زعما بعد حاك فهمت يعني عادي هما بحالك كدايرين هما دايرين بحالك يعني ماشي مقدرش نقولو ما عرفتش هما ضريفين فيهم ولاد الناس اللي ضريفين الصراحة يعني هما فيهم هاد الحاجة اللي خايبة يعني هنا ضروري تعلم ليهم هاديك اللغة ديالهم المهم تعلم الأرقام وهاداك الشي باش ما تدارش بيك بزاف فهمتي غا دار بيك دار بيك تا معا كتعيا عاوتاني صافي كتولي تقول كترتم بزاف هادشي هنايا الصراحة
الطبيعه الرائعه في البلاصه هذه. هما انا كنت طلع جبال كذا طلع ونزل انا مستجله. ها انت بسي سجاله انت بسي سجاله سلام منو سلام منو سلام منو منو سلامنا سلامنا كورونا فيروس سلامنا انت كورونا فيروس انت كورونا فيروس انا كورونا فيروس لا بس لينا هذو انت كيف يجروا فيا والله تنعسك تسير تسير توب 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 شو 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 سيرني سيرني ها لا بروبليم ها ثانك يو اسكن نسوق كاميرا ما كاينش نحيدها نوريكم ها شحال قباح الدراري الصغار ديال اثيوبيا شي وحدين قباح باسلي تضحك معاهم تقول لهم السلام منو كاين الدموك هاي السلام منو I'm fine thank you Jinka! راعي الطريق من تعلى تعلى عند هذاك الريزو كاين شي الله شت الطبيعة وارة عندهم هنايا شو انت الهضبة كي كيبان لك هذا الريزو هذا عرف راه القمة هذه تكسوك عندهم بزاف هنايا كيفرشوا الزرع في الارض باش ينشف يبس في القدران ماشي زرع هذا درا هلو سلام منو ما هلو هلو ما القدرة هلو تانك يو تانك يو مع القدرة نقي تسألش كي وين الفرنجي وين الفرنجي هلو هلو Jinka! مع القدرون نقي ماشي بحال دارو في التراب وهي نورمالمون سهلة يديرو غير شي باش ولا شي حاجة ولا شي ليزار ويخويو يفوقو ولكن هما في كاع الدول كيديرو ليه بحال هكا ديما كنشوف هاد القضية هادي شادين نصف الشانطي بالدرع ورا تقدروا انت ورا موسخ شحال ديال الحديد كيدوز منه نزلة دابا
نزل هنا ولا كده راه واحد طلع في لا طالع من فوق هذاك الجبل راه هو كان غيطلع نزل هنايا ولكن الطبيعه زوينه دائما الجبال تكون فيهم الطبيعه مزيانه مع الشتاء أمريكا نو؟ أمريكا؟ مروكو. كأوت ويبروكو وين؟ كم بندر بصحة؟ بندر بصحة نو. ورقة بصيبه. الخشب. سارة. من الخشب عشرين درهم في السفارة جوج درهم تقريبا ديكور واعر هذا تحطو راه شحال الوقت دام عليه راه فيه هذا الواد هو من ديز طويل هاش ناس بيتو وقال واد هذاك اما واد اما الطريق واد في كيبان انا كنضر لهم شي مورا هذوك الجبال راه هما نزل دابا طلع اثيوبيا ما كان غيطلع نزل طلع نزل الواد فين غادي واد هاش اسم سميتو هذاك زوين الطرقة في اثيوبيا في الجنوب هنا ما كاينش حديد بزاف لقيت واحد الكاميون مقلوب لها طاح في واحد الفوسي كبير دابا الطريق تبقى
نازله تل تحت تل تما، وغنضرب هاد الطريق كامله بلا واقع على هذا، غتكون بحال البلا حتى غادي تمشي ل بس نطلع من ورا هذوك الجبال. واحد الشجرة غريبة، قربوا حدا نشوفوا كيفاش دايرة. واحد اللون شكاع، واحد اللي دايره بحال هكا وسط الخضوريه هي هادي وقعنا نفسها وقعنا، غير هادي كبيره. ندوز الطريق كتير الانتباه ديالك، هذا هو الواد اللي كان تيبان لينا من فوق من هذوك الجبال، راه هما هي 20 كيلومتر وهلا وصلنا ليه لتحت. دابا نعاود نطلع عاوتاني، هذا شنو سميتو الصراحه الواد هذا، كامرو منو الناس الماء. واد كبير برنتا اوكي دابا دخلنا الصوت اومو، اوكي ويلكم تو صوت اومو زون اوكي دا